عرف حفل عمو يزيد الذي احتضنته قاعة الشهيد محمد ناصري بمدينة تشلف عرف توافدا كبيرا للأطفال وعائلاتهم للاستمتاع بالأغاني التربوية الهادفة التي ألهب بها الفنان المدرجات. المراسل لسيد علي شعيبي. توافد كبير للأطفال وعائلاتهم في حفل عمو يزيد الذي احتضنته قاعة الشهيد محمد ناصري وسط مدينة تشلف للاستمتاع بالأغاني التربوية الهادفة التي أبانت تعطش البراءة وأوليائهم إلى هذا الفن الراقي. رانا اليوم في هذا الوفاء بالوعد، ولكن الجمهور وفى بالوعد أكثر منا. يعني كان حضور، أنا تخلعت، أنا كي بعثوا لي تصور على 11 على 10 تاع الصباح على 12 كانت القاعة مملوءة عن آخرها. والله شرف، شرف عظيم، شرف عظيم. هذا التوافد هذا يدل على شيء، فيدل على ان الناس هذو حابين يسمعوا هذه الرساله التربويه. نعم، اذا كان جميل، جميل جدا. للاسف الباقون خارج القاعه اكثر ممن في الداخل. حفل اظهر ان شلف لا تزال في حاجه الى قاعه بامكانها استيعاب العدد الكبير من المواطنين. أن كل العائلات الشلفية خرجت في استقبال الفنان عمو يزيد لما يقدمه من أغاني هادفة وتربوية للنشء، حتى اكتظ المكان. وعدوا الجمهور بأنها رايح تتكرر في العطلة المقبلة إن شاء الله، وتكون أكثر في مكان أكبر وأوسع باش يضم كل العائلات. يعني خرجت الجماهير الطفولية أكثر من 10,000 طفل، يعني شيء مندهش. خلانا اليوم احنا في قطاع الثقافة نفكروا أنه لازم تكون عندنا فضاءات كبيرة، فضاءات كبيرة اللي تقدر تستوعب مثل هذا العدد الكبير من المواطنين. التلاميذ وأوليائهم استحسنوا مبادرة عمو يزيد التي تزامنت وأيام العطلة الشتوية، فيما تبقى الكلمة الطيبة والأغاني الهادفة تتجلى في نفوس الأجيال الصاعدة.